الحريري لرئاسة المجلس البلدي بمدينة الرياض. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون المستقبل وفيها. إحنا مالنا إرهابية، نحن مسلمين ولاد مسلمين. يوم تاسع من المجازر في حلب ووقفات احتجاج شعبية تعم غالبية عواصم العالم. الحريري بيروت ستبقى عاصمة العرب رغم كل المحاولات لأخذها إلى مكان آخر. أن يقوم بواجبهم بأنه يشاركوا في الانتخابات. قبل أسبوع من الانتخابات البلدية دعوات للمشاركة وتظهير للتحالفات واللوائح. صباح الخير. أمام وفد حاشد من أهالي العاصمة أكد الرئيس سعد الحريري أن بيروت ستبقى عاصمة العرب رغم كل المحاولات لأخذها إلى مكان آخر، ودعا الحريري كل مواطن بيروتي إلى توجه في صباح الثامن من أيار باكرا إلى صندوق الاقتراع من أجل عيون بيروت ولكي نقول إن أحدا لا يخرجنا منها. أكد الرئيس سعد الحريري أن بيروت ستبقى عاصمة العرب على الرغم من كل المحاولات لأخذها إلى مكان آخر، ودعا الرئيس الحريري كل مواطن بيروتي لأن يتوجه في صباح الثامن من أيار باكرا إلى صندوق الاقتراع من أجل عيون بيروت ولكي نقول للجميع أننا موجودون وأن أحدا لا يخرجنا من بيروت. كلام الرئيس الحريري جاء خلال استقباله في بيت الوسط وفدا حاشدا من أهالي العاصمة الذين توجه إليهم بالقول بيروت تستحق الإنماء والحب والتضحية من أجلها. صحيح أنها تضم جميع اللبنانيين ولكن لها أهلها وأنتم أهلها، وإن شاء الله ستكون لائحة بيارتي زي ما هي من أجلكم، ونحن سنعمل جميعا لكي تعود هذه العاصمة مشعة كما كانت. وقال الرئيس الحريري لا شك أن المرحلة الماضية كانت صعبة، ولكن سيكون هنالك مجلس بلدي جديد إن شاء الله، وهو لديه الكفاءات ويمتلك خطة جيدة، وقد وعد المهندس جمال عيتاني بتخصيص يوم في الأسبوع لاستقبال جميع المواطنين ممن لديهم أي شكوى أو طلب. وردا على أسئلة الحضور أكد الرئيس الحريري أن لائحة بيارتي تولي الأولوية لتوظيف أهالي بيروت في بلدية بيروت، موضحا أن أول مشروع للمجلس البلدي فور انتخابه سيكون العمل على حل ملف النفايات من خلال إنشاء مشروع خاص للعاصمة في هذا الشأن، بالإضافة إلى العمل على إنارة شوارع العاصمة من خلال الطاقة الشمسية والعديد من المشاريع الإنمائية الأخرى. وردا على سؤال آخر شدد الرئيس الحريري على أن الرملة البيضاء ستبقى لأهل بيروت ولا شيء سيتغير، وسيبقى الشاطئ لأهل العاصمة، فرفيق الحريري اشتراه لذلك وهكذا سيكون. وكان الحريري أنهى قبل ظهر أمس زيارته لإسطنبول بلقاء مع رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو. المباحثات تناولت التطورات في المنطقة ولا سيما الخروقات الأخيرة لاتفاق الهدنة في سوريا والمجازر التي تتعرض لها حلب. اختتم الرئيس سعد الحريري زيارته إلى تركيا التي استمرت يومين بلقاء مع رئيس الحكومة التركي أحمد داود أوغلو في مطار أتاتورك، وذلك بحضور نائب رئيس الحكومة لطفي ألفان ووزيري التعليم والصحة ومستشار الرئيس سعد الحريري غطاس خوري. اللقاء الذي استكمل ثنائيا بين أوغلو والحريري تم خلاله بحث مجمل الأوضاع في لبنان والمنطقة، واستكمل مواضيع البحث المطول الذي جرى بين الرئيس الحريري والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. بعد اللقاء وفي دردشة مع الإعلاميين قال الرئيس الحريري إن البحث تركز على الخروقات الأخيرة لاتفاق الهدنة في سوريا، وقال لا شك أن الجميع مستفز في هذه المرحلة والمسؤولون الأتراك مستاؤون للغاية مما يحصل، ومن الواضح أن بشار الأسد رجل لا يلتزم بعهوده وهو من يقوم بهذه الجرائم الإرهابية، والمشكلة أن المجتمع الدولي لا يتحرك بالطريقة المطلوبة لإنهاء الأزمة السورية. وقد كررت بدور استنكاري لكل ما يحصل لا سيما من الناحية الإنسانية. الوضع في لبنان كان أيضا حاضرا خلال اللقاء، وقد أكد الرئيس الحريري أن أوغلو وعده بزيارة بيروت ضمن جولة له في المنطقة من أجل إظهار دعم بلاده للبنان. إشارة إلى أن الرئيس الحريري كان التقى نائب رئيس الحكومة وبحث معه التطورات في لبنان والمنطقة. لا يخفي الرئيس سعد الحريري تخوفه من استمرار الفراغ في سدة الرئاسة، ليس فقط لجهة ما يسببه هذا الفراغ من اهتراء على كافة المستويات، وإنما في ظل
ظروف إقليمية دقيقة ودور إيراني سلبي. من هنا يؤكد مواصلة العمل والتعاون والمساعدة لحل هذا الملف. من اسطنبول، مها ظاهر، تلفزيون المستقبل. وفي حلب تتواصل غارات النظام السوري وحلفائه على الأحياء السكنية مخلفة عشرات القتلى والجرحى. وسط هذه الأجواء أعلنت روسيا صراحة أنها لن تضغط على بشار الأسد لوقف الضربات الجوية على المدينة، فيما دان مجلس التعاون الخليجي القصف الوحشي على حلب ودعا الأمم المتحدة للتدخل ووقف التصعيد، مؤكدا أن القصف يرقى إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية. حلب يا نبع من الألم. امشي ببلادي. الصورة من حلب التي تتعرض على مرأى من العالم أجمع لإبادة جماعية تحمل توقيع الطيران السوري وحليفه الروسي. أنا ببكي ومن قلب محروم. ووسط صمت دولي وتحركات لا تتجاوز الإدانات، تعيش مدينة حلب كارثة إنسانية جراء استهدافها بمئات القذائف والصواريخ يوميا، حيث استمرت الغارات الجوية على مناطق سيطرة المعارضة في المدينة لليوم التاسع على التوالي. وبعد الهجوم العنيف الذي استهدف المشفى التابع لمنظمة أطباء بلا حدود وأدى إلى مقتل أكثر من 50 شخصا بالإضافة إلى استهداف مستشفيات أخرى، دمرت طائرات النظام الحربية مستودع المستلزمات الطبية في حلب بهدف قطع الإمدادات الطبية عن الجرحى. وعلى الرغم من المشاهد التي تدمي القلوب والتي وصلت إلى مختلف أنحاء العالم، أعلنت روسيا على لسان نائب وزير خارجيتها غنادي جاتيلوف أنها لن تطلب من دمشق وقف غاراتها الجوية على حلب، لافتا إلى أن الوضع في المدينة يندرج في إطار ما وصفه بمكافحة التهديد الإرهابي. نحن مالنا إرهابية، نحن مسلمين ولاد مسلمين. يا خاين يا خنت وضعك وشعبك، يا خاين يا خنت وضعك وشعبك يا خاين. وكانت المملكة العربية السعودية نددت بغارات النظام السوري على مدينة حلب، وأكدت أن هذا العمل الإرهابي يخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية والإنسانية ويسعى إلى إجهاض عملية السلام. كما دانت منظمة التعاون الإسلامي الحملة الهمجية على حلب داعية المجتمع الدولي إلى التدخل السريع لوقف المجازر هناك. وتضامنا مع حلب وأهلها، عمت الوقفات الاحتجاجية غالبية عواصم العالم بينها بيروت، حيث نفذ اعتصام في حديقة سمير قصير في وسط العاصمة. يا حلب سامحينا، والله حقك علينا، انت منا وإلينا. في حديقة الشهيد سمير قصير الذي قال إن ربيع العرب حين يزهر في بيروت إنما يعلن أوان الورد في دمشق، تجمع ناشطون لبنانيون ونازحون سوريون في وقفة تضامنية مع مدينة حلب. لافتات حمراء وشعار حلب تحترق الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي رفعت من قبل المعتصمين الذين طالبوا العالم بوقف المجازر التي تتعرض لها حلب منذ 9 أيام. يعني ما قلنا شيء إذا طلبنا بالحرية، وبعدين أي إنسان بيطلع يعني 50 سنة بكفي، يعني ما في داعي إنه يقتلونا شبابنا. ما خلونا شباب أبدا، ما خلونا شباب ولا خلونا اولاد، وشردونا. شايفيننا شلون عايشين، شلون قاعدين، الناس عم تضطهد، الناس عم تموت بهالبحار، الناس ما في حدا يوقفوا. يعني وين الامم المتحده؟ وين فرنسا؟ وين كل العالم؟ وين وين؟ يعني ليش احنا بدنا هيك؟ يعني شو ذنبنا احنا؟ يعني احنا شو عندنا ذنب انه هيك نموت كلياتنا؟ ما يجري بحلب اليوم جريمه بحق الانسانيه. نحن نشعر بالغضب، نشعر بالعار، نشعر بالخزي. فالصمت المدوي ما هو إلى مجزرة جديدة ترتكب بحق الأطفال والنساء والأبرياء، وتجهيل القاتل بشار الأسد هو الفضيحة الأكبر. شعاراتنا الحمراء ما هي إلا تعبير عن غضب كبير. احنا بصراحة جايين هون اليوم من كل أنحاء لبنان للتضامن مع قضية الشعب السوري اللي إلى 5 سنين عم بيتدبح فيها، ما حدا عم بشوف، ما حدا عم بيسمع. لو هالشي عم بيصير بأي دولة أوروبية كان الكل يتحرك، كان الكل صاعد. للأسف الشديد دم الإنسان صار كتير رخيص. غلبت الدموع أغلبية الذين شاركوا في الوقفة التضامنية، فالصور الآتية من حلب أكثر من موجعة، علما أن هذه الوقفة التي تزامنت مع وقفات في عدد من المدن ومنها اسطنبول ولندن وغيرها فلن تكون الأخيرة. والأحد وقفة تضامنية جديدة عند الساعة 6:30 أمام مبنى الأسكوا في وسط بيروت. قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنس العبدة من اسطنبول
إن النظام السوري يسعى لفرض حل سياسي خارج إطار اتفاق جنيف والشرعية الدولية. يحاول النظام مع حلفائه الروس والإيرانيين إحداث واقع جديد على الأرض، واقع ميداني جديد يمكن من خلاله أن يفرض حل سياسي خارج إطار الشرعية الدولية وخارج إطار جنيف. واضح من الاستهداف الذي تتعرض له مدينة حلب أن النظام يقوم بكل ما يمكن وصفه بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. أصدقاؤنا الآن مطالبون بإجراءات عملية وحقيقية على الأرض من أجل وقف العدوان ووقف استهداف المدنيين. القرار التي اتخذته الهيئة العليا بما يتعلق بالوقف المؤقت وبالتعليق المؤقت للمفاوضات يجب أن ينظر إليه على أساس أنه فرصة سانحة للمجتمع الدولي ولأصدقائنا من أجل تصحيح المسار، وتحديدا ضرورة أن يكون هناك جدول زمني لرفع الحصار على المناطق المحاصرة ومنهجية واضحة لإطلاق سراح المعتقلين، وضرورة أن يكون هنالك عنصر أساسي للمحاسبة ضد من يستمر بارتكاب الخروقات، خروقات الهدنة التي تم الإعلان عنها منذ شهرين، ويقوم النظام حاليا بمساعدة روسية وإيرانية باختراق هذه الهدنة بشكل يومي. بعد الفاصل. الأحرار يحتفل بالذكرى 11 لخروج الجيش السوري. واصلوا تقديم النشرة في شأن الانتخابي الصيدوي. أكد الرئيس فؤاد السنيور دعمه لرئيس البلدية الحالي محمد السعودي، ودعا أهل المدينة إلى المشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق. أكد الرئيس فؤاد السنيورة أنه يقف مع رئيس بلدية صيدا محمد سعودي ويدعمه كرئيس للبلدية للفترة القادمة، منوها بالإنجازات التي تحققت في عهده، ودعا جميع الصيدويين إلى المشاركة بهذا الاستحقاق. كلام السنيورة جاء خلال ندوة صحفية إثر استقباله في مكتبه في الهلالي رئيس البلدية السعودي، ثم وفودا من مخاتير المدينة ورابطة آل بعصيري وجمعية بني القطب ووفدا من المثقفين. لمسوا أهل صيدا خلال هذه السنوات الست الماضية كيف أصبحت مدينة صيدا فعليا يعني هيك كتلة نشاط نتيجة عدد من المشاريع اللي تمت. نحن مستمرون ونحن نقف وراء محمد السعودي داعمين له. نحن ماشيين بمحمد السعودي كرئيس للفترة القادمة. بتمنى على كل أبناء مدينتي، على كل الصيدويين، أن أول شيء أن يقوم بواجبهم بأنه يشاركوا في الانتخابات. وحول موقف الرئيس نبيه بر المتعلق بالجلسة التشريعية، رأى السنيورة أنه يتسم بالحكمة وقال: من يعطينا محاضرات في احترام الشرعية والدستور كل يوم هو الذي لا يحضر الجلسات ويعطلها. موقف للرئيس بري موقف يتسم بالحكمة، ونحن أشد ما نكون في هذه الأيام إلى الحكمة وإلى التبصر وإلى أنه نشوف وين مصلحة البلد، وأن لا ندفع بلبنان إلى الغرق في لجة هذا الصراع المحتدم في المنطقة. الرئيس السنيور نوه بالرؤية الاقتصادية التي أطلقتها القيادة السعودية، معتبرا أنها خطوة شجاعة ومبادرة تنموية ونهضوية مهمة. وصل رئيس لائحة البياريتا جمال عيتاني وأعضاؤها لقاءاتهم مع فعاليات العاصمة، اجتمعوا إلى وزير السياحة ميشيل فرعون. التقى وزير السياحة ميشيل فرعون في منزله في الأشرفية رئيس لائحة البياريتا المهندس جمال عيتاني وأعضائها. فرعون أكد ثقته بهذه اللائحة متمنيا أن تطوي صفحة قديمة وتفتح صفحة جديدة من المشاريع تكون لمصلحة بيروت وأهلها والقاطنين فيها. مدعي الجميع حياة يكون عندهم ثقة بهذه اللائحة اللي بتأمن من جهة
التغطية السياسية اللي هي لابد منها لا يقدروا يشتغلوا، بتأمن أيضا التغطية الميثاقية كمان اللي هي مهمة كتير لبيروت، وبتأمن من خلال شخصيات اللي هن عندهم الكفاءة يقدروا يشتغلوا. وهذه اللائحة هي اللي فيها تحقق هالإنماء ببيروت. أكيد في غير لوائح مطروحة وعم نسمع أسماء ومشاريع، إنما لنقدر حياة ننجز ولازم نقف إلى جانب اللائحة ونصوت لها بقوة. مشاريع كتير كان عم نشتغل عليها وعم بفكر فيها، يلي هي مشاريع من صلب احتياجات بيروت، وهي من ضمن برنامج عملنا اللي طرحناه عليكم الأسبوع الماضي. ودعا عتان المواطنين إلى التصويت بكثافة للائحة البيارتة. في زحل أعلنت الكتلة الشعبية في مهرجان انتخابي لائحة زحل الأمانة. من أمام دارة الكتلة الشعبية في سيدة النجاة في زحل تم الإعلان عن لائحة زحل الأمانة التي تجمع عائلات المدينة ومكوناتها. ميريام إلياس سكاف أكدت أن الخيارات أمام أهل المدينة أصبحت واضحة ودعت إلى التصويت لجميع أعضاء اللائحة. ولفتت سكاف إلى أن اللائحة تعكس صورة زحل التقدم والتطور، مشيرة إلى أنها حاولت التوافق مع الجميع فما كان من الفريق الآخر إلا أن حاول تحجيم تمثيل الكتلة الشعبية. بدنا منكم 21 تحية بالصناديق الانتخابية. شفنا بمرحلة التحضير لوائح وتحالف الأحزاب كيف كانت الأمور عم تندار من خارج حيطان هالمدينة. شفنا لما اختلفوا كيف احتكموا معري، رح قولها، احتكموا لمعراب وللرابية ولبكفية، وصاروا مثل ولاد بدهم حكم يوقف بيناتهم. بيكفي بقى خلص، وفينا نقول للكل انه زحلة عاصمة قرارة، نحن اللي منصنع كلمتنا لانه منعرف وجع مدينتنا. وشددت سكاف على ان قرار زحلة سيبقى لأهلها. أقام حزب الوطنيين الأحرار احتفالا لمناسبة الذكرى 11 لخروج جيش النظام السوري من لبنان. لمناسبة الذكرى 11 لخروج جيش احتلال النظام السوري من لبنان، نظم حزب الوطنيين الأحرار احتفالا في دار القلعة في بيت مري. رئيس الحزب دوري شمعون تحدث عن الجرائم التي ارتكبها جيش النظام السوري في لبنان، مؤكدا أن بناء لبنان لا يمكن أن يتقيد بمصلحة الخارج. لبنان يعني هو كل ما دق له شي تليفون من الخارج يسكع ويهز، لا مش على لبنان. لبنان اذا كانوا بدنا نبني لبنان يلي هو بيتأيد لمصلحة الاخرين اكثر من مصلحة لبنان، مش على لبنان. لبنان نحن بدنا شاب لبناني عنده لبنان اولا واخرا هو يستلم زمام الامور بهذا البلد. نحن بدنا رئيس جمهورية يخلينا نطلع على 100 سنة لقدام مش نطلع على وراء. بدنا رئيس جمهورية يحمي لبنان من التدخلات الخارجية. بدنا رئيس جمهورية مقدام بيقدر يلبي طموح شباب لبنان وصبايا لبنان، قادر يحمي حياة لبنان تجاه الصراع الخارجي. كما شدد الجميل على أن السلاح الشرعي الوحيد في البلد هو سلاح الجيش اللبناني، رافضا مبدأ تخيير المسيحيين بين بشار الأسد أو داعش. أمنيا قتل علي عيسى جراء اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين عائلتي عيسى وأحمد في حوش الحريم البقاعية على خلفية ثأرية. وفي بلدة البزالية أطلق شبان من آل أمهز النار على علي حسن البزال مواليد العام 83 وعلى والدته أمينة فأصيب بجروح. بعد الفاصل تتابعون. أنصار التيار الصدري يقتحمون مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء. نواصل تقديم النشرة. بعيد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى انتفاضة شعبية ضد الفساد، اقتحم أنصاره المنطقة الخضراء وسط بغداد واحتلوا مقر البرلمان العراقي. ومساء أمس أطلقت القوات العراقية الغاز المسيل للدموع لمنع دخول المزيد من المحتجين إلى المنطقة.
بعدما فشل البرلمان العراقي في الانعقاد بسبب عدم اكتمال نصاب الجلسة التي كانت مقررة للتصويت على التشكيلة الحكومية الجديدة التي عرضها رئيس الوزراء حيدر العبادي، اقتحم آلاف المتظاهرين من أنصار التيار الصدري المنطقة الخضراء شريرة التحصين في بغداد، والتي تضم عددا كبيرا من المقر الرسمية، قبل أن يدخلوا مبنى البرلمان ويحتلوا مقاعده ويعمدوا إلى بعثرة محتوياته. التحرك بدأ بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مؤتمر صحفي من مدينة النجف المقدسة لجوءه إلى الاعتكاف لشهرين عن العمل السياسي، داعيا إلى انتفاضة شعبية رفضا لما أسماه بعودة الفساد والمفسدين، كما رفض المشاركة في أي حكومة مبنية على مبدأ المحاصصة الحزبية، مضيفا أنه لن يجالس أي سياسي مهما كانت مطالبه قبل الإصلاح الجذري على حد وصفه. ومن هنا ليعلم الجميع أنني لم ولن أرضى بهذه المحاصصة المقيتة كأي فرد من أفراد الشعب الذين أخذوا على عاتقهم استرجاع الحقوق المسلوبة، فإني في خانة الشعب ولن أجالس أي سياسي مهما كانت مطالبه دون الإصلاح الجذري الحقيقي. وبعدما طالب رئيس البرلمان سليم الجبوري زعيم التيار الصدري بسحب المتظاهرين محذرا من انهيار الدولة، نشد الصدر أنصاره الاعتصام سلميا داخل مجلس النواب في وقت أظهرت صور بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المتظاهرين وهم يعتدون بالضرب بالأيدي والعصي على رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الفضيلة عمار طعمة. وفيما أعلنت القوات الأمنية حالة طوارئ في بغداد وأغلقت مداخلها ومطار بغداد الدولي ومنعت عشرات المسافرين من الوصول إليه، في حين أعلنت السفارة الأمريكية حال استنفار القصوى، فيما أغلقت الأمم المتحدة مقراتها في بغداد. وكان العبادي قد أعلن استعداده لحضور جلسة البرلمانية فور انعقادها بنصاب كامل لاستكمال التصويت على باقي التشكيلة الحكومية، فيما تحدثت مصادر إعلامية أن انسحاب كتلة الأحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري كان السبب في عدم اكتمال النصاب، وذلك بسبب إصرار الكتلة على أن تتولى هي تقديم أسماء مرشحيها من الوزراء الأكراد التكنوقراط إلى رئيس الوزراء. وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي بعيد 8 PM أمس شعلة النور المقدس ونقلت إلى كاتدرائية القديس جورجوس في وسط بيروت، وكان النور المقدس فاض من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة في سبت النور. فيضان النور المقدس من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة بالقدس المحتلة موعد سنوي ينتظره الملايين حول العالم في سبت النور لدى المسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي. منذ منتصف ليل الجمعة حجزت حشود من المؤمنين وغالبيتهم من السياح أماكنها داخل كنيسة القيامة، فأجبر المئات على متابعة المراسم في الساحات الخارجية. على وقع الترانيم والأناشيد الخاصة بسبت النور وقرع الأجراس حزنا، طاف بطريرك أساقفة الروم الأرثوذكس تيوفيلوس الثالث 3 مرات حول الكنيسة برفقة رئيس أساقفة الأرمن ولفيف من رجال الدين من مختلف أنحاء العالم. وبعد تلاوة صلاة خاصة بالمناسبة خضع بطريرك أساقفة الروم الأرثوذكس لتفتيش دقيق من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي للتأكد من أنه لا يحمل مادة أو وسيلة لإشعال النار، كما تم فحص القبر أيضا. وسط أجواء من الخشوع والترقب خلع البطريرك ملابسه الأسقفية ودخل القبر وحده، حيث تلا الصلاة التقليدية إلى أن فاض النور من داخل الحجر المقدس. بداية يكون النور المقدس باللون الأزرق، ومن ثم يتغير إلى ألوان عدة، ومنه تضاء شموع ومشاعل المصلين الموجودين في الكنيسة وخارجها، لتنقل كما جرت العادة إلى بلدان عدة منها روسيا واليونان ولبنان. والآن إلى التذكير بعناوين النشر. نحن مالنا إرهابية، نحن مسلمين ولاد مسلمين. يوم تاسع من المجازر في حلب ووقفات احتجاج شعبية تعم غالبية عواصم العالم. الحريري بيروت ستبقى عاصمة العرب رغم كل المحاولات لأخذها إلى مكان آخر. أن يقوموا بواجبهم بأنه يشاركوا في الانتخابات. قبل أسبوع من الانتخابات البلدية دعوات للمشاركة وتظهير للتحالفات واللوائح.
نشرتنا انتهت، شكرا للمتابعة. ترشيحي لرئاسة المجلس البلدي لمدينة بيروت.